يا المدرسة وأيام المدرسة وذكريات المدرسة، ذكريات ذكريات جميلة، أحلى ذكريات في الدنيا، اللي هي بتكون شخصيتك وبتدي لك ماتيريال وأفكار كتيرة أوي تحكيها للدكتور النفسي بتاعك لما تكبر. سر عظمة الذكريات بتاعت المدرسة دي وإحنا صغيرين إن كلنا بنتساوى، كلنا، يعني ألام الصحيان بدري دي كلنا عشناها، وبدري بدري ده يعني بدري أوي وبدون سبب واضح، بدري بزيادة عن اللزوم، قبل الاذاعه ما تفتح، قبل الفجر، قال يعني اليوم الدراسي لو بدا الساعه 11 الدنيا هتطير، ما نروح 11 ونتاخر شويه اخر النهار وخلاص، يعني هنفوت ايه؟ يعني هنفوت الافتر بارتي اللي بعد المدرسه لو اتاخرنا شويه. الصحيان بدري قوي ده كان بيخلينا كلنا كتلاميذ نبدا يومنا بنفس الشعور، شعور ان حد ده لقى جاروف رمله في عينيك، وكلنا برضو كنا بنواجه نفس التحديات، تحديات ان احنا نفتح عينينا، ان احنا نشيل الغطا الناعم من علينا بارادتنا الحره. بعد كده التحدي الاكبر بقى خناقه كوبايه اللبن الشهيره اللي تنتهي غالبا بشتايم تمس الرجولة والشرف. طبعا على ايامنا ما كانش فيه البدع بتاعت اللانش بوكس والووتر فلاسك والحاجات اللي استغفر الله العظيم ظهرت لولادنا دي. هي حضرتك الزمزمية الخضراء المبططة دي فاكرها اللي بقاها ضيق قوي دي ما بتنزلش حاجة، والكيس النايلون اللي فيه سندوتش الجبنة الرومي او جبنة بيضة وخيار دبلان جوه كده عامل زي جلدة الحنفية وهي طرية. ويوم اللانشون ده بتبقى رايح المدرسة حاسس ان انت مهندس ديكور قد الدنيا. لانشون ساعات بقى بيبقى فيه موزة، بس علشان دي مش ثابتة فدايما بتتنسي وبنلاقيها بعد يومين عصف كراسة العربي تحديدا عاملة موضوع تعبير كده لوحدها، كلنا بنلاقيها متفعصة ما عدا دايما كان في واد بيبقى كده ايه مختلف شوية في المدرسة، هو الوحيد اللي معاه المقلمة اللي بالمغناطيس دي والمسطرة اللي فيها حاجات بتلعب بتلق، ومامته بتعمل له سندوتشات كفتة وشيش طوق واحنا بنقعد جنبه مش بناكل بنتفرج بس، فاهم؟ تشم ريحة تاكل انت جبنة من ام خيار دي وتشم الريحة بتاعت الشيش طوق بمنتهى السعادة. غير كده كلنا زي بعض، صحيان، حمام، لبن، جبنة رومي، باص، جلدة حنفية، كلنا. دي حتى السويتس بتاعتنا الحلويات وكده اللي كانت بتتباع في المدرسة كانت معاناة، عصير بست اللي السلوجان الرسمي بتاعه لو راجل ورينا هتعرف تحط الشفاط ازاي، مستحيل. وفخر المجموعة بقى الدوم. الدوم ده حضرتك عبارة عن نبات عجيب شبه الزلطة بالظبط، هي زلطة قرعة خالص، لما تنجح بصعوبة انك تقشر الصلعة دي بيظهر لك تحتيها شعر فجأة، مهمتك بقى ان انت كطفل انك تقعد تهرش لها مش تاكل، تهرش لها بسنانك كده شوية علشان تحصل على طعم عجيب ملوش اي معنى خالص. يعني مثلا كان في القصب ده برضو كان بيحتاج مجهود استثنائي ويعتبر اكلة متعبة شوية، يعني كطفل تشتري عصاية ناشفة طويلة وتمشي متورط بيها في الشارع طول الطريق علشان تبدأ تكسرها وتقشرها علشان توصل لألياف خشب جوه تعضها وتتفها، يعني هي فكرة مش لذيذة قوي بس على الاقل النتيجة بتبقى حلوة، يعني في سكر. لكن الدوم ده لغز ولا طعم ولا شعر ولا اي حاجه. طب انت فاكر موضوع اليونيفورم؟ انا قعدت افكر كتير ليه في يوم لبسوني جلابيه كاروهات قصيره اللي هي المرياله، واولاد وبنات بيلبسوا نفس الموضوع، ولما كبرت بقى قميص بيج كئيب عليه جرافطه باستك رفيعه كده والقميص متخيط عليه لوجو المدرسه متخيط هنا كبير كده، ليه حسسوني ان انا في مزرعه دواجن كفرخه؟ انا بحس الاحساس ده بالذات في اليوم بتاع التطعيم، عارف لما بنقف طابور كده فراخ كله بالطعم كله بنفس اللوجو نفس القميص. انا عارف اكيد اليونيفورم ده مش عشان مامتك تحطمك نفسيا وتفرج ولادك على صوره اول يوم مدرسه، فاكرها؟ فاكر اليوم ده؟ فاكر كنا ضحكين ازاي؟ انا سايب البيت ورايح للمجهول بمرياله وانت بتصوريني؟ وبعدين اكتشفت ان هم كانوا بيلبسونا كده عشان نبقى كلنا زي بعض، نبقى ميه واحده. لكن افتكر معايا كده، كل فصل دخلته كان فيه انواع من الطلبه مختلفين عن بعض، حتى لو كانوا لابسين نفس المرياله اللي ما حدش فاهم ليه مسمينها الاسم القذر ده، مرياله مش فاهم ليه، يعني المهزلة من الهزل، المسألة من السؤال، المريالة دي من ايه؟ هي اسمها كده. مهم يعني لو بصيت على تشريح الفصل هتلاقي ايه؟ هتلاقي مبدئيا في المقدمة وفي الصف الأول الطالب الدحيح الشاطر الصمام، ده اسمه العلمي الموس، ده بيتواجد في الصفوف الأمامية من الفصل، مواصفاته الشكلية غالبا بتكون نظارة طبية سميكة، شعر مفروق من على الجنب، متسرح قوي، ملتزم باليونيفورم حته حته، مزرر كل الزراير، منتبه جدا للمدرس. ده اللي انا عمري ما فهمت هو بيجي المدرسه ليه اساسا؟ طالما حضرتك ناصح كده وفاهم كل حاجه ومحضر الدروس اللي لسه ما خدناهاش، ما تقعد في بيت بقى وخلاص، ما تضايقناش. في الصف الاخير بقى لما ترجع ورا خالص هتلاقي الطالب اللي عكسه تماما في نفس الفصل وبنفس المرياله، الطالب الفاشل الفائد البلطجي اللي كل سنه بنتساءل هو ازاي عدى السنه اللي قبلها اصلا. ده بيبقى شعاره العلم لا في الراس ولا في الكراس، والصف الاخير ده معظمه بيبقوا مسجلين خطر، والطالب ده بيتواجد في الصف في الاخير ومحاط بشويه اتباع كده، شمر القميص، فتح الكرافطه كنوع من انواع التمرد، وظيفته في الفصل حاجتين، انه يشتت بقيه الطلبه عشان ما حدش يفهم ولا
يبقى في حد احسن من حد، والوظيفه الثانيه انه يختار كل يوم ضحيه من العيال السيس عشان يتسلى عليهم. الخط الوسطاني بقى اللي هو بين الولاد والبنات، طالب الحبيب بقى اللي جاي المدرسه يظبط. النوع الحبيب ده بقى يا معلم بيبان من الحضانه على فكره، بيبقى صغنن كده ومدور وكلبوز، واخد باله من شكله وشايف روحه، ما يتفتفش وهو بياكل، ما يعيطش خالص لو مامته اتاخرت، يحاول ما يعملش بتبيع على نفسه عشان يعني شكله قدام البنات يبقى ظريف. هو ده مستو، انه بيحاول يمشي جنب الحيط وبيفضل كده لغايه ما يكبر، ما يعملش حاجه وحشه عشان يفضل دايما شكله كويس قدام ال. الوينج الشمال بقى بيبقى فيه الطالب القافش، ده اسمه الحركي ابو الغضب، ده الواد الشمال اللي على طول محسسك ان النهارده مش يومه، صاحي كده منيه قلبه مقبوض مش طايق دبان وشه، كل امله ان اليوم ده يعدي على خير. وده بيتواجد في الديسك اللي جنب الحيطه شمال علشان بيغمض عينيه وهو مكشر قوي ويمثل انه نايم. وعلى فكره ده لما بتقفشه انه نايم بيتضايق، يا خالد انت نمت؟ يقول لك لا انا كنت بحسب حسبه بس. الوينج اليمين قدام بقى ده تلاقي فيه الطالب الاستفهامي، ده اللي بيسال اسئله وحشه ومؤذيه ومحدش عايز يعرف اجابتها. النوع ده غالبا بيكون طالبه بنت، دي اللي بترفع ايدها بمنتهى الحماس والنشاط فجاه بعد ما الجرس يضرب والحصه خلصت والراجل بيلم حاجته، بتقول مستر حضرتك مش هتشوف الواجب اللي انت طلبته امبارح، ومش هتدينا الهوم ورك بتاع النهارده. دي بقى الزمن بيتوقف اول ما ترفع ايديها وتسال السؤال الحيوان ده، تبدا تسمع صوتها بطيء وتخين كده، مستر فين الواجب؟ شوف نفسك وانت بتقوم من مكانك بالتصوير البطيء، بتشيل الديسك اللي انت قاعد عليه وتكسره فوق دماغها. البنت دي اللي بتطلع الوحش اللي جواك، اللي بتحولك لمجرم من وانت في تانية ابتدائي. في بقى الطالب اللي في مركز الليبرو او راس الحربه، اسمه الحركة الطبال او ضابط الايقاع، ده اللي مسنتر نفسه قدام المدرس، عامل معاه اي كونتاكت على طول، بيهز راسه بالموافقه على طول بدون توقف، موافق على كل كلامه، بيامن على كل حرف بيقوله وبيدعمه في كل قرار بياخده، وهو مش فاهم ولا حاجه بس هو بياكل عيش. في بقى يا عيني واحد ملوش مكان دايما، يعني كنا نسميه زمان الكلب الحيران، ده اللي بيجي كل يوم متاخر، كل يوم مهما كانت اهميه الحصه او خطوره الامتحان او صعوبه اليوم اي حاجه، يجي شعره منعكش، لبسه ملخبط، عنده الشنب شايب لبن هنا كده من امبارح، يخش يعتذر ويفضل يلف مش لاقي حته يقعد فيها ومش عارف يقعد في الفلتايه كده، يا عيني حرام جاي غلط. حضرتك بتشوف اليونيفورم موحد العيال كلهم لكن ما تصدقش اليونيفورم خادع يا معلم، ياما البدل بتداري سلطه ومحدش داري. اي والله العظيم معلش انا اسف بقى، انا قعدت افكرك بحاجات زمان وقلبت عليك المواجع، شكلك اتاثرت انت من الذكريات. لا اتاثرت انا متعلم بره. متعلم بره فين يعني؟ شويه بره البلد. طول عمرك يعني بره بره؟ طول عمري بره. الله، وسايب نهري وعمال يقول لك تهرش للدمى وتقرقش قصب وتصحى الصبح لا انا عايز اسمع تجربتك انت. ايه الظريف في تجربتي انا يعني؟ مش لا انت ايه، انت بتضحك على ايه؟ طب ما انا مش حابب كده، احنا لو انت عايش هنا كنا ضحكنا سوا نبقى لذيذ ونفتكر حاجات وحشه، لكن انت مالك؟ انت مالك اتعلمت؟ ما اتعلمت بره. انا غلطان ان انا قعدت اسمع الصفصطه بتاعتك. لا صفصطه ايه ده، انا بقول لك على بتاعت التريق، انت بتضحك بتتريق، انت جاي تضايقنا؟ طب انت فاتك كتير بقى، واحنا اتعلمنا هنا احسن علامه على فكره. مش عارف ايه نفسي هفتني على الدوم كده.